انا عايز اقوم بس انا مش عارف اقوم ازاي، انا تقريبا لزقت. طب حط ايدك في جيبك معلش كده. طيب معلش يا استاذ تعب، بنعملها ازاي دي يا استاذ تعب؟ عضله التيت. يلا الحمد لله، متشكر جدا، متشكر جدا يا اخوانا والله. معلش عندي السمانه اليمين بس بتبقى بايظه معلم. هنطلع على العربيه، على العربيه ولا فين؟ انا وراك يا استاذ ستيلز، اتفضل تعالى استاذ ستيلز، اربط في ايدي، انا هجيب دواره واربط ايدك في ايدي عشان بس ما تتوهش. استاذ مش فاهم اللي حصل بالظبط، انا كنت قاعد كل دوت ما كنتش على الهوا. يا نهار اسود. اه والله الهوا، كنت قاعد في حته ما فيهاش مروحه. فتحت المروحه اهم حاجه. اه فتحت المروحه الحمد لله، بس الهوا ما كانش جاي التدوت عليا، فبس ادي الحاجه فطرت ان انا رستر المروحه. رسترت المروحه. لا بس ناس ذوق بجد والله، انبسطت بالقعده. الله يسترك الله يسترك. تعالى يا استاذ صبحي، العريس والعروسه. الف مبروك يا استاذ صبحي. ربنا يخليك يا استاذ دلس، اقسم بالله ضيافه الاستاذ صبحي يعني ضيافه جميله بجد والله. والسندوتشات اللي انا اكلتها والقهوه اللي انا شربتها. انت السندوتشات وسنين يا جدع، واكل بيتزا انت؟ واكل بيتزا ايه ده؟ اسكندريه نهار اسود عليا وعلى زميلي. احنا وصلنا البلاش. احنا نطلع نقعد على البحر شويه بقى. شايف ريحه البحر يا استاذ عبده؟ ريحه اليود. هي مالها جايه من الكلام؟ ما لحقناش نمشي خلاص. لا انا مش عارف، انا قلت احنا ما بنجتمع بيحصل حاجه. استاذ هاني بيك الانصاري، اهلا وسهلا يا فندم، نور الدنيا. صاحبي الاستاذ هاني الانصاري قائد الشرف، ده صاحبي واخويا يعني. تعالى اربطوه في دباره، ده اربطوه في دباره. وانت ما قلتش ان احنا هنقابل بوليس؟ ما هو ده استاذ هاني بيك الانصاري. لا حلو، لا حلو حلو الفرح. هو الفرح، الفرح ما بداش يا استاذ ستيلز. ايوه اهلا وسهلا استاذ حمدي الوزير. يا جماعه احنا كنا مستنيينكم من بدري، انتوا بقالكم مده ما جيتوش. معلش والله معلش، عنده مشكله في خدت بالي، المخ هو في مشكله في المخ عنده تقريبا، يعني بينسى حاجات ويفتكر حاجات تانية خالص. هم هيبداوا الفرح دلوقتي ولا احنا هنمشي ولا هنعمل ايه في يومنا ده؟ لا هم هيتجوزوا من غير معازيم اكيد، هيتفقوا. احنا لسه ما رحناش اتقدمنا. الو هو اللي بيقول الو. سست قوي. طب انا ما كنت هنروح كده؟ طيب مش كنت المفروض نجيب اي حاجه معانا؟ فاكهه. العروسه بتتكلم فاكهه ايه؟ الف مبروك يا استاذ صبحي. واحنا رايحين فين كده دلوقتي يا استاذ تقاوي؟ رد بقى عليه عشان انا خلاص انا بعد. رايحين للعروسه؟ مزرعه التفاح. نكته. كنا هنروح في ابو جلامبو. بص يا استاذ صبحي، هو ان برضو كل سنه وانت طيب والف مبروك، بس ان كنتوا اخوات اتحاسبوا. العداد عمل 250 دولار الله يستر. حضرتك بتكلم مين؟ استاذ صبحي، لان احنا رايحين مشوار فالمفروض يحاسب على التاكسي. استاذ صبحي تقريبا نايم، تقريبا مش معانا في الهوانات او اتصدم. لا هو موجود اهو. مش معانا نط، مش معانا. هو ايه اليوم ده؟ اتصل بيه. مش مالك ان انا مش معاك خالص، الدنيا مليله. اروح اجيبها واجي، اروح اجيبك ده وقع. بيقول لك هو برضك بيجي له نفس الحاله، عنده سكوت نجمي. سكوت نجمي، عنده نفس السكوت النجمي. هو شكله مش عايز يحضر الفرح. ده بوليس ايه ده؟ ايه بعت لي لوكيشن يا استاذ صبحي؟ اجيب. بقول لك يا استاذ اهو شمالك، اهو شمالك، اهو يا استاذ صبحي. هو ايه حضرتك مش عايز تحضر الفرح؟ هو ايه بفكر بعيد تقريبا. يا استاذ صبحي قلت لك اربط ام الحزام ده، انا كلمتك على لا يعني حضرتك ما سمعتش انني بقول لك كنت اخوات اتحاسبوا والمشوار عمل 250 دولار؟ لا ما سمعتش، انت هتدفع لي فلوس علاجي بالعربيه. مش كنا جبنا جاتوه ولا جبنا اي حاجه معانا؟ ما انا قلت لهم نجيب فاكهه. طيب نقف في اي حته ولا اي حاجه؟ نرجع. طيب نجيب، نرجع نجيب خلاص بقى. في مشتل اهو، في اصلا في شجر برتقال، تعالى نقطف لهم شويه برتقال وتفاح ونخش على من عندهم. جبت معاك ايه؟ جبت كرتونه بيره ليمون يعني. ليمون. اهلا وسهلا يا عروسه، اهلا وسهلا. الف مبروك يا اخوانا، الف مبروك. اهلا بيكي، اهلا بيكي. فين بابا؟ اخويا. فين اخوكي؟ هو هنا احنا بنستنيك. اهلا وسهلا يا عم الحاج. انت صبحي؟ انت؟ ايوه انا صبحي. لا يا عمي انا صبحي. انا والد صبحي. هو ده صبحي. هو ده صبحي. انت بقى الشبح. من امتى يا استاذ صبحي؟ من رايي تعالى نرجع استاذ صبحي، احنا محتاج حاجه، احنا هنروح هنشتري شويه حاجات. انت الراجل يعني مفيش اي كرم ضيافه. واحده بس ما تاخدناش على الحامي كده يا بيه. حضرتك احنا جايين من سفر على فكره. يعني انت ترضى اختك تيجي تقول لك واحد صاحبي جاي يشوف جاي هنا؟ يا فندم انا احنا جايين وداخلين المزرعه من بابها وجايب لك كرتونه بيض عشان نطلب المصونه الكريمه استاذه كارن. المصونه الكريمه جايين نطلب المصونه الكريمه. ودني يا استاذ تقاوي خليتوني اخش. المفاجاه يعني.
انا اسف يا جماعه والله فهمت غلط. تعالوا اتفضلوا لو في غدا مفيش مشكله يعني الكلام حرق دمي. نبقى نطلع على اي حاجه. حضرتك عايز كرتونه البيض دي يا حاج ولا مش عايزها؟ لا خليها خليها هنطبخها ولا لا. بس بس واضح ان العيله اغنيه قوي يا استاذ. واضح واضح شكلهم مش هيبصوا للبيض. عندهم عربيه 4x4 هامر ماتسوبيشي لانسر. هامر يعني هامر ماتسوبيشي لانسر اقسم بالله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا معلش تعالوا معانا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. طب يا فندم كرتونه البيض دي افضل شيء. هات هات كرتونه. خلاص يا استاذ تعالى تعالى بالكرتونه اللي معاك دي. تعال هات. احنا هنروح هنروح احنا لسه تقدمنا. تعالى ضيف لك تفاحتين كده شوف الدنيا هتعجبك ولا لا. هيجي يشوفنا بنقطف التفاح الجواز هتبوظ. تفاح نظيف. لا لا حضرتك اللي زارع الحاجه ولا دي تبعكم ولا دي تبع مين ولا ده زرع شيطاني يعني حضرتك. معلش ثانيه واحده حضرتك شايف واحد زي لا باين على باين على حضرتك باين على حضرتك. انت برضو تقل الكلمه اللي بتقولها. ناس اصول ناس اصول ناس اصول اصول اصول. مبروك يا استاذ صبحي. انا عايز اعرفكم ده استاذ هاني تفاحه اخو استاذه كارين تفاحه. وقالت لك اسم كمان ما شاء الله. انا بحبها والنبي ما تبوظ الجوازه والله. وينو 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 وينكم بقى يا استاذ عبد. هو انت حاطط الكرتونه دي فين في الجاكيت؟ بتجيبها منين دي؟ بتجيبها منين دي؟ ايوه من الجاكيت. يا عبدو تعالى هنا تحت الشجره هنريح هنكوع هنا. ده ريح استنى يا عبدو اصحى يا عبدو بنتقدم. يا عبدو الجوازه بتروح يا عبدو الله يسترك. احنا فين هنتقدم؟ احنا في مزرعه الحاج تفاح. هو راح فين؟ يا نهار اسود هو تقريبا متقل شويه اتهد. يا نهار اسود جاب الجروف هيشيل النخله. يعني هو عبده عنده حاله نفسيه احنا هنحاول نعالجه منها. واخد بالي من البنطلون بتاعك والشبشب الجميل ما شاء الله ما شاء الله. هي دي حضرتك الاندلس؟ ده هيبقى جزء من العيله صح؟ ان شاء الله. يا نهار اسود قال لك حضرتك الاندلس يا حاج. يا حاج بوظ الجوازه وارحمنا. ارجوكوا انا بحبها مش عايزها تضيع مني. قوم يا عبده وري له انت لابس ايه؟ استنى بس اعرف بس اقوم ازاي وهقوم له دلوقتي. حضرتك شايف ان ده طقم مناسب لايق اصلا على بعضه على بعض. قوم يا عبد انا دول بس ان هم اتصلوا عليا وانا كنت مستعجل كنت جبت حاجه. بس انا لبست النص الفوقاني والنص التحتاني ما لحقتش وانا جيت بسرعه لان استاذ صبحي من الناس الجميله جدا والناس الجدعه جدا اللي انا ما اقدرش ان اتاخر عنه. هو ساعه ما اتصل بيا انا نزلت على طول. ما هو غلطته ان هو اتصل بيك والله العظيم. استاذ صبحي انا مش هتكلم يا استاذ صبحي عشان بص انت انا عارف ان انت عايز الجوازه دي فانا مش هتكلم. استاذ هاني انا مش هرد. تحترم اصدقائي على ده يقرب لك يقرب لك صديق ده صح؟ احنا جايين نتهزا احنا جايين نتهزا كده. لا والله هنستحمل عشان ابننا. انا مش هتكلم مع حضرتك. انا هتكلم مع استاذ تاوي لان انا جاي مع استاذ تاوي واستاذ صبحي. اقف ورايا يا عبدو اقف ورايا. اقعد يا عبدو. ما ينفعش يا حاج. استاذ عبدو انت بتعمل ايه؟ معلش يا استاذ سامع السر القعده طولت وانا جوعت. هتولع في الغابه اقسم بالله. معلش انا اسف خلاص ماشي. يا نعدمات سيب استاذ عبدو نايم. انا مش ههتم بالاثنين دول خالص. هو الواد عبدو مات. انا شايف تاخدوه على المستشفى. ايه ده؟ هو ربنا كرمه وزحف. هو ايه اللي حصل يا اخوان؟ انا كنت انت كنت بتشوي بس وفجاه بقيت صلبت كده جاك تصلب شرايين ورحت اسقاط نجمي ورحت نايم. هو احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا جايين نقعد مع عم تفاح. لعب يوجا يا نهار اسود. بدا يلعب يوجا. قومي يا بنتي. خليك قاعد يا بنت. اقعد يا بنت. اقعد انت هتسمعي كلام الراجل الاصلع ده. هو انت بتعمل ايه يا عبده؟ معلش انت انا عايز افهم. استاذ تاوي استاذ تاوي جبت لنا الكلام على فكره. استاذ تاوي لا هو فعلا جاب لكم الكلام. انا قاعد ساكت من الصبح على فكره وسايبكم عاملين بتتكلموا لان انا مقدر الاستاذ صبحي ان هو عايز الجوازه دي. اللي انت بتعمله ده على راسي اكتر. ربنا يخليك يا استاذ صبحي. لا يشرفنيش خالص ولا يسعدني ان انا اجوز بنتي لناس ان هم طمعانين. ليه يا استاذ هاني؟ ليه يا استاذ هاني كده على فكره؟ عشان عندك شجر تفاح؟ عندي مزرعه. انتوا ايه اللي تملكوه كلكم؟ بص قليل الادب اللي ورا اللي يقول لك اقرع وقال قال معفن كده. اروح اعمل عمليه احسن منك. ايوه يا استاذ يا عبدو. ايوه بقول لحضرتك انا عايزك في موضوع. انا مش مستريح الراجل اللي قرع اللي معاكوا ده. الراجل اللي قرع معاكوا ده انا هضربه. الراجل اللي قرع هتضربه ليه؟ مش مستريح له؟ مش مستريح له. الاستاذ صبحي على فكره انا ما كنت ضربته انا جبت معايا الجاروف وكنت هضربه. انت جايب الجاروف ما انا شايف الجاروف وانت واقف عند التاكسي. لا انزل بالجاروف على صلعته. بجد؟ ايوه يا استاذ تياوي. انت مالك انت في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انت بتجري ليه؟ الشبكه مش شغاله. دور انا خلاص انا اتحركت اهو رايح اشوف لك عند الشجره. ايوه انا جاي لك اهو انا عند العربيه خلاص. شفتك العربيه. انا رحت عند الشجره ما لقيتكش.
ما انا رحت لك عند العربيه ما لقيتكش برضه. اه انا وراك يا عم وراك. استاذ قوي استاذ قوي معلش انا مش مستني الجواز. الجوازه كويسه استاذ هاني انا مش مستريح. هو الجروب بس دخل في قلبي شويه انا حاسس ان قلبي بيزغني. اقول لك مشترك انا معاك برضه. معلش معلش ده سامعني كده عارف. ولما بمنك مرتاح كده صح. اه دي خلي له انا معايا فلوس على فكره مش عايز اتكلم. انا عارف باين عليك ان انت معاك فلوس. لسه صارب 1500 في المطعم بتاع السندوتشات. مطعم بيتزا. ايوه ازيك استاذ صبح بتعملوا ايه؟ احنا كنا قاعدين بنشوي. الجوازه مش مناسبه ليك. ما تسيبنيش يا كارن. اختفى مش اختفى اختفى في الهامر في التاكسي واحنا هنشغله يا استاذ صبح. انا اسف. هو احنا بقينا لوحدينا كده ليه؟ هم مشوا راحوا المزرعه بيخلصوا الموضوع. تعالوا نروح نسمعهم عشان لا ياخدوا لا ياخدوا من ابننا فلوس ولا ما بلاش يا استاذ قوي. انا حاسس ان احنا بوظنا الجوازه ولا نروح. انت حاسس ان احنا بوظنا الجوازه؟ حاسس ان حاسس ان الجوازه باظت سيكه. لا لا ده بيضربوا خناقه. لا استاذ صبحي هو في حد بيضايقك؟ احنا كنا معديين بالصدفه. لا سيب ال يلا يا بنت قوم الله يرضى عليك نجري. اوكي طيب انت ايه بتقرك كفايه يا استاذ عبد الرحمن. سوري معلش 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 انا قلت استريح شويه لان انا كنت جاي من مشوار طويل. بص هو انا قلت الراجل الاقرع داني مش مرتاح له. انا مش مستريح له على فكره بمزارع البرتقال اللي احنا فيها دي. افتح افتح يا استاذ تقول الميكروباص. اركب اللوري اركب بابا يلا هجيب استاذ صبحي. اتمنى ان نكون استاذ صبحي قدنا رسالتنا. انا حاسس ان الجوازه باظت. ايه ده يا ابني في ايه؟ هنختفى استاذ صبحي نرجع ونختفى ونخطف الراجل او ما نخطفش الراجل مش مهم. تعال نخطفه هي فين؟